بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنردد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامج إنجازات وطنية، وضيفنا لهذه الحلقة الدكتور إبراهيم الخوالدة، المدير التنفيذي لمنظمة إيفرست للتدريب التنموي، وأيضا مركز ديلار للاستشارات والتدريب. سعادة الدكتور إبراهيم الخوالدة، مساء الخير. مساء النور يا أستاذ برهان، وبرحب فيك وفي أكاديمية نبض الأردن وبفريق البرنامج. سعادة الدكتور، أنت أشهر من أن تعرف في هذه المنظمة، منظمة إيفرست، وأيضا في مركز ديلار الاستشارات والتدريب. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو الدكتور إبراهيم الخوالد؟ تفضل سي. شكرا لك. احنا بدأ ذي بدأ قبل ما نتكلم بأمور تعريف شخصي، احنا بنتكلم دائما بأمور مؤسسي. نعم. وبنتكلم بأمور جماعية أكبر من أنه نعرف بأشخاص. نعم. يعني الشخص، أنا خلينا نحكي شغلات قديمة وأتوقع أنه لازم نتجاوزها الآن ونتكلم كجماعة بروح الفريق أكثر. نعم. الدكتور إبراهيم بيمثل منظمة تنموية غير ربحية تأسست في الأردن خلال نهاية العام الماضي. مركز ديلار مؤسسة تربوية بتتعلق في مجال التدريب والاستشارات، تأسست من عدة سنوات، انبثقت عنها من منظمة إيفرست بسبب حاجة السوق المحلي لمنظمة تنموية تعتني في مجال الطلاب ومجال المرأة ومجال الموظفين بشكل عام، حتى تقدم لهم خدمات ذات جودة ممتازة وغير ربحية بنفس الوقت. نعم. سعادة الدكتور إبراهيم الخوالد، نتحدث عن آلية الخدمات وأهم الخدمات في هذه المنظمة. نعم. الآن بالنسبة لمنظمة إيفرست للتدريب التنموي، تشكلت المنظمة هاي لحاجة المجتمع المحلي لمثل هذه المنظمات. وزي ما بنعرف بالأردن في العديد من المنظمات والمؤسسات التربوية والتعليمية والتنموية، مشكورين جميعهم. لكل منهم واجباته وعلى عاتقهم مسؤولية، فإحنا أخذنا على عاتقنا أنه نسد الفجوة والثغرات اللي إحنا وجدناها في المجتمع الأردني بعد دراسة للمنظمات وواقع المنظمات في الأردن منذ أكثر من عام. وجدنا أنه في حاجة ملحة للطلاب، أنه يوجد مظلة أو منظمة أو منصة تحتوي الطلاب بشكل كامل وتكون بؤرة لانطلاقة الطلاب من خلال هذه المنظمة للأردن ولا خارج الأردن. سعادة الدكتور إبراهيم الخوالد، نتحدث عن أهم النشاطات في هذه المنظمة وأيضا أهداف هذه المنظمة. نشأت هذه المنظمة لأهداف غير ربحية. بادئ ذي بدأ أهدافها تعليمية، بتختص في جانب الطلاب والتعليم في الجامعات والمدارس. وأطلقنا مبادرة لغاية الآن في بداياتها، المبادرة أطلقنا مسمى المنصة الوطنية الهاشمية للتعليم. الهدف من هذه المنصة إنها احتواء الطلاب بكافة أطيافهم وأشكالهم بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، حتى تكون هذه المنصة تحتوي الطلاب لجميع النشاطات الطلابية والتعليمية والثقافية والغير منهجية حتى الترفيهية، يعني نقصد فيها الجانب الترفيهي. حتى الطلاب يحصلوا أنه بالنهاية في هرم أو في منصة لهم أنها بتحتويهم ينطلقوا من خلالها. لأنه إحنا زي ما بنلاحظ الطلاب الآن، يعني كل مجموعة أو كل جامعة بتشتغل بشكل مستقل، الآن ما في جهة تتبنى الطلاب كنقابة كواتحاد. فإحنا محبين أن نبعد عن إشي اسمه يعني اتحادات أو نقابات، انطلقنا بشكل مؤسسة غير ربحية حتى تكون أهدافها أصلا غير ربحية. من أجل الطلاب. نعم. سعادة الدكتور إبراهيم الخوالدي، كيف ترى مستوى الطلاب في هذه المنظمة؟ الآن بالنسبة للطلاب في الأردن بيواجهوا أكثر من مشكلة. عندنا عدة مشاكل الآن. تحدث بأبرز هذه المشاكل. أبرز هذه المشاكل إنه الآن الطلاب متفرقين بالنسبة للمؤسسات. الآن الطالب لما بتخرج من الثانوية العامة بيشعر نفسه على عدة مسالك، على عدة طرق. الآن الطالب بوقع في حيرة الآن، وين يتوجه؟
فهو بنقص الآن التوجيه السليم لاختيار الجامعة واختيار التخصص. الآن لما بدخل الجامعة بدخل في حيرة ثانية في التخصص نفسه، اللي قد ينسحب من التخصص بعد سنة أو بعد سنتين بعد ضياع الوقت وضياع المادي والجهد. الآن بعد ما يتخصص بيختار تخصص خاطئ قد لا يوافق قدراته ولا إمكانياته ولا إمكانيات السوق الأردني، فقد يدرس يعني يتخذ تخصص مش موجود في الأردن، فهذا بوقع الطالب أصلا في مشاكل، وبالنهاية بيصير عندنا عمالة راقدة وبطالة كبيرة في الأردن، وبنبلش نبحث عن حلول، بينما هي الحلول أصلاً يعني واجب أن تكون جذرية من التخرج من الثانوية العامة وحتى انطلاقة الطلاب للمرحلة الجامعية. نعم. سعادة الدكتور إبراهيم الخوالدي، التعليم التربوي يعني نقول الأساس، هل هو المشكلة في وجهة نظرك؟ التعليم فيه ثغرات كثيرة في التعليم، بدءا من المدارس صدقا، وأنا أتمنى أنه من هذا المنبر أنه يعني يأخذ في عين الاعتبار من بعض الأمور اللي احنا راح نتكلم فيها. التعليم في المدارس فيه خلل كثير الآن بالنسبة للدول المتقدمة، والعالم الآن اختلف التعليم فيه، أصبح التعليم الآن مختلف عن التعليم الورقي والتعليم التلقين، الآن أصبح التعليم تعليم كيف أنت تتعايش مع هذه الحياة، كيف تتكيف مع حياتك، وليس تعليم التلقين. الآن احنا ما زلنا في تعليم التلقين، العالم المتطور المتحضر انطلق من هذا المجال، وأصبحت المدارس والجامعات تنطلق للتعليم التعايش، كيف تتعايش في حياتك بدءا من المدارس لحتى الجامعات. يعني حتى الطالب الجامعي بيختار تخصص، هذا التخصص قد لا يفيد في حياته العادية أو العامة العملية أو حتى في السوق، يعني مجرد أنه يحمل شهادة جامعية فقط. إذن إحنا ما وصلنا الرسالة المطلوبة للطلاب، إحنا بندرس وبنعطي شهادات وليس هذا المطلب وليس هذه الغاية. نعم. سعادة الدكتور، شو بتحب توجه رسالة لهذا الجانب؟ إحنا بنوجه رسالة كبيرة جدا صراحة للمدارس مبدئيا، أنه نبعد عن التلقين ونبعد عن المناهج اللي فيها زخم كبير من المعلومات اللي قد تكون على كاهل الطلاب وفيها ثقل على الطلاب، وبالنهاية لا يستفيد منها الطلاب إلا مجرد أنه تلقين مناهج محشوة حشو في المعلومات ويتم حشوها في أدمغة الطلاب بالنهاية. فنتمنى أنه يتم إعادة المناهج لهذه للطلاب لتقديمها بطريقة عملية أنه يستفيد منها الطلاب في واقع حياتهم. وبنفس الوقت التعليم في الجامعات، انه كمان التعليم في الجامعات انه يتخصص الطلاب في تخصصات توافق السوق المحلي او السوق العربي على الاقل. يعني تخصصات اللي تدرس في الجامعات تكون تخصصات مهنيه اكاديميه بالنهايه تعود بقيمه مضافه للسوق، وليس تكون عبء على السوق المحلي وعبء على الشخص نفسه وعبء على عائلته حتى بالنهايه يوصل معنا لمرحله البطاله. نعم. جميل جميل. بضم صوتي لصوتك دكتور إبراهيم الخوالدي، نتحدث الآن عن تطور قطاع التعليم في الأردن، كيف تراه دكتور؟ حقيقة قطاع التعليم في الأردن يعتبر من القطاعات المتطورة جدا على مستوى المنطقة. لكن زي ما حكينا أنه قطاع التعليم بحاجة الآن لمنهجية وبحاجة لإعادة هيكلة إدارية وإعادة بحوث ودراسات، وليست بحوث ورقية وليست اجتماعات ومضيعة وهدر للأوقات والمال العام. الآن يفترض أن هذه الاجتماعات أولا وأخيرا أنها تأتي بنتيجة لمصلحة الطلاب ولمصلحة الواقع العام في هذا البلد، في هذا البلد. طيب. نعم. سعادة الدكتور المدير التنفيذي دكتور إبراهيم الخوالدي، لو نتحدث الآن عن المشكلات والمعوقات والعقبات في القطاع التعليمي، لو نتحدث عن أبرز هذه المشكلات دكتور. من أبرز هذه المشكلات أنه يواجه التعليم في الأردن مشاكل، في مشاكل يعني عدة صراحة، عدة مشاكل. من أهمها أنه بنرجع وبنتكلم أنه الطالب بيدرس تخصص غير موجود في السوق المحلي، وهذا راح يكون عبء على الطالب. الآن الطالب لما يدرس في الجامعات وبتخصص في تخصص في الجامعات يحتاج أنه يتخصص في مراكز وفي دورات وفي أكاديميات داخل السوق حتى يستطيع أنه يؤدي وظيفته. فأصبحت الشهادة الجامعية مجرد ورقة يحملها الطالب لكن لا تؤهله لسوق العمل مع الأسف الشديد. فيا حبذا أنه جامعاتنا يتم فيها التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي مثل الأكاديميات اللي الآن موجود زي أكاديمية نبض الأردن وأمثال الأكاديمية ما شاء الله في الأردن، أكاديميات عديدة ومستواها ممتاز. يتتعاون الجامعات مع هذه الأكاديميات المتخصصة في عدة مجالات
في تخصصات الطلاب او في غير تخصصاتهم انها تسقل الطلاب في هذه التخصصات، وحتى اذا كانت في الفصول الدراسيه اللي هي بسموها الصيفي. نعم. يعني يفرغوا الصيفي لتدريس الطلاب. نعم. في المجالات هاي، حتى الطالب يتخرج يحمل الشهاده الجامعيه وقادر انه يشتغل، وليس الطالب بعد ما يتخرج الان يبحث عن الدورات في السوق المحلي في الاردن. نعم. ويبحث عن الشهادات حتى يسقل شهادته الجامعيه اللي هي تعتبر اعلى من مستوى الشهادة اللي راح يحصلها من السوق، لكن أصبحت درجة ثانية الشهادة الجامعية. نعم. فأصبح الطالب لما بتوجه لشركة الآن، إيش خبراتك، إيش الشهادات اللي تحملها؟ طيب أنا بحمل الشهادة الجامعية، الشهادة الجامعية أصبحت ورقة مجرد كيورد مدخل. نعم. حتى الطالب يقدمها للشركة، لكن بالنهاية ليست هي كل ما يلزم الطالب للعمل. نعم. دكتور إبراهيم الخوالدي، أنا بوجهة نظري يعني احنا نقول التخصص مبرمجة 4 سنين او 5 سنين، لماذا لا يدرسون وزارة التربية والتعليم بشكل عام؟ لو حكينا سنة دراسيا وسنة عمليا، اتوقع انه الطالب لما يدخل على شركة واختصاصه راح يكون اتوقع انه يعني امكانياته بتكون افضل. شو وجهة نظرك دكتور؟ والله رأي مقترح أستاذ برهان، ورأي طيب، الآراء متعددة. الهدف أنه بالنهاية نوجد حلول لهالموضوع هذا. يعني سواء كان الرأي اللي طرحته ما شاء الله رأي جميل، أو الرأي اللي طرحناه أنه تكون بالفصول الصيفية، الصيفي بلاش أنه يأخذ الطالب فيها مسارات أكاديمية. يتجه فيها لدورات تسقل تخصصه. سواء من الجامعة أو من خارج الجامعة. فالآراء متعددة، لكن المقصد أنه نوصل للغاية، أنه الطالب، إحنا من أهداف منظمة إيفرست التدريب التنموي أنه الطالب بنهاية المرحلة الدراسية يستطيع أنه يحصل على عمل، سواء كان بالوظيفة بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص أو بالقطاع الفردي. نعم. اللي بسموه يعني بالنهاية فريلانس، أنه الطالب يشتغل فيه بشكل شخصي. نعم. عمل حر يعني. فإحنا الهدف أنه نحقق للطالب أنه يوصل لمرحلة من القدرة أنه كطالب ما يكون عالي على نفسه. نعم. ولا على بيته ولا على المجتمع. جميل. نعم. دكتور، طب خلينا نعرف السادة المشاهدين أكثر، ما هو المقصود بالتدريب التنموي؟ نعم. التدريب التنموي كل تدريب بسعى لتنمية المجتمع الأردني بشكل خاص. نعم. ودعم عجلة التنمية إلى الأمام ورفع مستوى المجتمع، إن كان أكاديميا أو اجتماعيا، أو بث الوعي الديمقراطي في المجتمع وبث الوعي في روح المواطنة. نعم. تجاه المواطن الأردني وتجاه وطنه وتجاه انتمائه لهذا البلد، وعدم جعل الفراغ الذي هو يعتبر مشكلة أساسية للتعليم وللطلاب، أنه يتجه الطلاب لأمور غير من واقعية أو غير حقيقية من المجتمع الأردني، مثل التطرف والمجالات الأخرى والجرائم والمخدرات والانحراف. المجالات واسعة بسبب عدم ممنهجة الطلاب لهذا المسار. فيفترض احنا فينا كمؤسسات تربوية انه يكون في عندنا منهجة لوقت الفراغ للطلاب، سواء من طلاب المدارس او طلاب الجامعات، ونوجد لهم ملتقيات. فسبب تأسيس منظمة إيفرست انه بتسعى منظمة إيفرست لإيجاد ملتقيات للطلاب، زي ما حكينا، انه تكون منصة ومظلة تحتوي هؤلاء الطلاب، انه بالنهاية يتشكل ملتقيات لهالطلاب من جميع الاطياف ومن جميع الجامعات والمؤسسات الاكاديمية التربوية. نعم. يلتقوا فيها تحت مظلة واحدة. الان بثيت عند الروح الاجتماعية والروح الاكاديمية. نعم. وروح التنافس بين الجامعات وبين الطلاب، بالاضافة انه يكون في مؤتمرات، يكون في مهرجانات. اكيد. راح يكون في تبادل ثقافي داخل الاردن وخارج الاردن. راح نعمل، اذا يكون في دورات، راح يكون في دورات بالاضافة. نعم. لذلك المجال واسع صراحة جدا، وفي استراتيجية طويلة المدى بالموضوع هذا. نعم. جميل. نحن دكتور تحدثنا عن منظمة إيفرست للتدريب التنموي. دكتور أيضا نتحدث الآن عن مركز ديلارا للاستشارات والتدريب. حابين نتحدث عن هذا المركز. مركز ديلارا، شو غايته يعني دكتور؟ مركز ديلارا للاستشارات والتدريب هو كان الأساس قبل افتتاح المنظمة. غايته نفس الغايات المنظمة، لكن احنا انطلقنا لإشي اسمه غير ربحي، يعني منظمة لا تسعى إلى الربح ولا تهدف إلى الربح، حتى نستطيع أن نحصل اهتمام الطلاب، لأنه زي ما أنت بتعرف أنه الطلاب الآن الأمور المادية عندهم صعب جدا، أنه الطالب يتبنى مصاريفه الجامعية. فما بدنا نثقل كاهل الطالب في المصاريف، فوجدنا أنه نوجد مؤسسة تربوية تنموية تخدم الطالب بنفس الوقت، وتقدم له دورات تدعمه في تخصصه أو في غير تخصصه بمبالغ رمزية
جدا اللي هي تنطوي تحت الجانب الغير ربحي. فهي مركز دلال أصبح هو المرحلة الأولى والمرحلة المتطورة منه اللي هو منظمة إفرست اللي هي لا تسعى إلى الربح أو لا تهدف إلى الربح. يعني إحنا بنحكي دكتور إنه مركز يعني نحكي هذه المنظمة مركز يعني أيضا نعم تدريبي وتعليمي وثقافي. نعم دكتور تحدث الآن عن جيل الشباب ثقافته موجودة كثير في الأردن كثرة هذه الثقافة وأيضا كثرة البطالة. حابين نوجه رسالة توعية وإرشاد لجيل الشباب جيل المستقبل والجيل الواعد. تفضل أزيد فضلك. صحيح أنه جيل الشباب في الأردن يشكل 70% من المجتمع الأردني وفي مسؤولية كبيرة على المؤسسات في الأردن وعلى أصحاب المسؤولية في الأردن تجاه هذا الجيل، لأنه هذا الجيل إذا ما تم احتوائه راح تحتوي جهات أخرى. وإحنا معنيين درجة أولى باحتوائه، فنعالج الموقف من البداية أحسن ما نعالج الموقف بعد ما تهب العاصفة ويبحر هالجيل في بحر متلاطم من الأمواج، صعب رجوعه وصعب إقناعه لأنه يتم غسيله فكريا عبر المحطات الفضائية المتعددة وعبر وسائل الإلكترونية وعبر المجتمع الأردني اللي أصبح خليط من الثقافات المتعددة الآن في هذا البلد. فيجب أنه يكون في تركيز جدا على جيل الشباب واحتوائهم وتوجيههم التوجيه الصحيح بدءا من ملء الفراغ اللي هو يعتبر أساس المشكلة. بدء الفراغ الآن الطلاب عندهم مقدرات عالية جدا، وهذا الجيل محظوظ، أنا بعتبره جيل محظوظ جدا ودائما بحكيها كلمة، هذا الجيل محظوظ لأنه عنده قدرات عالية ومتطور وسريع، عنده الأكسليريشن عالي، هاي أكسليريشن الآن، وما شاء الله يعني عنده خبرات قوية وعنده قدرات إمكانيات قوية. فبتمنى أنه هذا الجيل يستغل الآن، يستغل من أطراف أخرى أو من أطرافنا. إحنا معنيين كشعب في الأردن وكمؤسسات أردنية أنه نهتم في هذا الجيل ونحطه على الطريق الصحيح، بدل ما أنه هذا الجيل يوجد كفاءات من شباب وشباب. الجيل الأردني جيل قوي وجيل متمكن وجيل خبراته عالية وما شاء الله جيل طموح ومن الجيل الذكي. الآن هذا الجيل يفترض أنه نستخدم كافة الوسائل لترقية هذا الجيل من وسائل البحث العلمي والابتكار. العديد من الشباب ما شاء الله عندهم أفكار مبدعة جدا ولكنها في الأدراج لأنه ما في حد يتبناها، وبالنهاية ستبقى في الأدراج ويطوى عليها الزمن. نعم نحكي إحنا من صار على الدرب وصل أيضا. نعم نعم. وأيضا لكل مجتهد النصيب. أيضا دكتور إبراهيم الخوالدي قبل نهاية هذه الفقرة الجميلة، شايفين الظروف حوالينا بالأردن حديقة داخل حريقة. لو قدر لك أنت قبلت مجلة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية والعربية، ماذا ستقول له دكتور إبراهيم الخوالدي؟ نوجه رسالة امتنان وشكر لجلالة الملكة عبد الله أطال الله في عمره. آمين. ولجلالة الملكة رانيا عبد الله أطال الله في عمرها. لاهتمامهم في جيل الشباب ودعمهم المتواصل والدؤوب في رفع قدرات الشباب بفتح العديد من قنوات التعليم والتدريب التنموي في عدة مؤسسات وفي عدة مجالات وفي عدة أكاديميات غير ربحية، وتتبناها جهات متعددة من خلال دعم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا في هذا المجال. فوجه رسالة لجلالة الملك وجلالة الملكة رانيا أنه يكون في مظلة تتبنى هذه الجهة من الشباب بشكل خاص وتحتويهم بشكل خاص حتى لا يبقوا متبعثرين ومتنازعين ومتفرقين، وتتبناهم جهات أخرى إن كان في داخل الأردن أو في خارج الأردن، ولأنه جيل الشباب يشكل زي ما حكينا 70% من الشعب الأردني وجيل قوي، والأردن تعتبر جيل شاب وفي قدرات عالية، فيفترض أنه إحنا نتمنى أنه نستغل هذه القدرات لتوجيه التوجيه الصحيح السليم. نعم نعم. بضم صوتي لصوتك دكتور سعادة الدكتور إبراهيم الخوالدي. وأيضا حابين نحدد موقع منظمة إيفرست للتدريب التنموي وأيضا مركز ديلارا للإستشارات والتدريب دكتور للتواصل. نعم. منظمة إيفرست تعتبر منظمة من إحدى المنظمات اللي في الأردن المحلية اللي هي أسست كمنظمة أردنية ولا تهدف إلى الربح. الفوكس اللي عندنا على المنظمة وخلينا نحكي التركيز على المنظمة على عدة قطاعات، قطاع التعليم إن كان التعليم للمدارس أو قطاع التعليم للجامعات، بالإضافة لقطاع المرأة. المرأة ما شاء الله كمان تعتبر عماد المجتمع وهي أساس المجتمع، أنت تعلم شخص واحد لكن المرأة تعلم مجتمع، ولقطاع تدريب القطاع العام والخاص اللي بحاجة أيضا للتدريب لأنه يعتبر أساس ورافد للتعامل مع المجتمع وقيمة مضافة إما تعكس سلبا أو إيجابا بالنسبة لتقييم
العمل الأكاديمي أو المهني في المجتمع من التعامل مع الموظفين، فإما هذا العمل يدعم إلى الأمام أو يتراجع إلى الخلف إذا ما كان هذا الموظف على وعي في تسهيل مهام الموظفين. نعم، في تسهيل مهام العمل المؤسسي أو التربوي أو التنموي. سعادة الدكتور إبراهيم الخوالد، حابين توجه نداء للطلبة لزيارة منظمة إيفرست؟ والله في حقيقة الأمر بتمنى على الطلاب أنه الطالب ما يبقى أنه مقلد أو متبع، يعني أنا بتمنى الطالب زي ما حكينا الطلاب عندهم قدرات عالية وأذكياء، بتمنى أنه هؤلاء الطلاب أنه يتوجهوا بالبحث. يعني في عندك في الأردن مؤسسات كبيرة ما شاء الله وتربوية وتنموية زي الأكاديمية نبض الأردن اللي احنا فيها بإدارة الدكتور علي النواصرة، بنفس الوقت في مؤسسات عظيمة جدا في الأردن، بتوجه الطلاب بالبحث أنه يبحثوا في المؤسسات هاي قبل ما يبحثوا عن الأسعار وقبل ما يبحثوا عن نوع الشهادة، لأن نبحث عن المؤسسة، من المؤسسة وإيش الجودة اللي تقدم هذه المؤسسة قبل أن تبحث عن السعر وعن المنافسة. وهذا الصحيح سبب من أسباب المعوقات اللي حاب أحكي كمان فيها، أنه بتراجع المؤسسات في الأردن وتراجع الجودة بالنسبة لتقديم العمل التنموي أو التربوي أو التعليمي بسبب كثرة وزخم المؤسسات التدريبية اللي أصبحت في شتى الأماكن وشتى المجالات. هذا السبب أدى إلى تراجع الجودة لأنه أصبحت المنافسة على الأسعار، فالآن هذا السبب سبب كبير في تراجع المستوى التدريبي في الأردن. صارت الشهادات كثيرة والتدريب ساعاته محدودة وذات جودة منخفضة، هذا سبب كبير الآن ولا يجب إعادة النظر فيه، ويكون في جهة إشرافية ذات جودة عالية تشرف على هذا المجال، ليس إشرافية مجرد اجتماعات ولكن إشرافية حتى نوصل لغاية الجودة، نحقق الهدف اللي احنا بنسعى له من ناحية التربية أو من ناحية التعليم أو التدريب. نعم إن شاء الله دكتور بتصلوا الهدف دكتور، وإن شاء الله بتحققوا هذه الأهداف، إن شاء الله يكون لكم طموح عالي ورؤية مستقبلية. ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لهذه المنظمة دكتور؟ طموحات منظمة إيفرست الصحيح أكبر من حجمنا وحجم هدوء، خلينا نحكي حجم جماعي وبحتاج للدعم من داخل الأردن بشكل خاص من المؤسسات المحلية أو المؤسسات الأجنبية، لأنه زي ما حكيت لك إحنا بنتكلم عن قطاع الطلاب، فإجباري إحنا في علاقات راح تكون مع الدول المجاورة والدول الأجنبية الأوروبية الغربية بسبب التبادل الثقافي اللي راح ينطلق من خلال المنظمة إن شاء الله في المستقبل، وفتح قنوات التبادل الثقافي واستقطاب الطلاب من الخارج إلى الأردن وترحيل أنه نعمل رحلات للطلاب من الأردن إلى الخارج للتعارف الأكاديمي وتعارف الحضارات والمجتمعات من خلال الملتقيات الطلابية اللي يتعرف عن الأردن وتعرف عن الشعب الأردني وتعرف عن الطلاب ومستوى الجامعات في من داخل الأردن. هذا يعتبر هدف استراتيجي أساسي، بالإضافة لأهداف أخرى أنه تكون المظلة الأولى في الأردن لانضمام عضوية الطلاب، يعني من هذا المنبر نتمنى أن الطلاب ينضموا لمظلة إيفرست للتدريب التنموي، يكونوا تحت منصة المظلة هاي، بسبب أنه هاي المظلة راح تكون هي العامل أو المؤسسة الوحيدة خلينا نحكي في الأردن اللي بتتبنى مجال رفع قدرات الطلاب وتبني الطلاب بالنسبة للمجال الترفيهي والأكاديمي والتنموي بجميع قطاعاته، لأنه إحنا بنحاول أنه نسد جميع الثغرات أو الفجوات اللي الطلاب ببحثوا عنها بالنسبة لسوق العمل أو الابتكار أو الإبداع، فمن خلال هاي المؤسسة راح يكون منبر لهم داخل الأردن وخارج الأردن. دكتور احنا بنشكرك جزيل الشكر لهذا اللقاء على برنامج إنجازات وطنية وأيضا على شاشة جوسات الفضائية الأردنية. دكتور ورسالة أخيرة للسادة المشاهدين دكتور. بنوجه رسالة أخيرة للسادة المشاهدين أنه يفترض على الإنسان أو الطالب أو المواطن الأردني قبل ما يوقع فريسة لهالتكنولوجيا المتطورة، إن كانت على الصحف في المجالات الإلكترونية أو في وسائل الإعلان الآن أو الإعلام، إنه يبحث ويتحرى من المعلومة ويستقل المعلومة الصحيحة قبل إنه يبدأ في تنفيذ هذه المعلومة وتبنيها وترويجها عبر المجتمع، وقد تكون هذه المعلومة مغلوطة بالكامل وغير ذات مستوى عالي وتخلو من الجودة. هاي بالنسبة لرسالة الطلاب، ونوجه رسالة للطلاب أنه يتوجهوا لعضوية المنظمة أولا وأخيرا، وذلك للفائدة التي ستنعكس إيجابا على الطلاب بجميع المجالات. وبنوجه رسالة الآن لقطاع المرأة
أنه المرأة عماد المجتمع، وبنتمنى أنه الجهات أو المؤسسات المعنية في المرأة أنها تسعى لدعم المرأة في جميع برامجها، إن كانت البرامج الاجتماعية أو البرامج المهنية لإعالة المرأة لنفسها. وبنوجه رسالة لشركائنا، رسالة شكر لأكاديمية نبض الأردن للسلام والصحة المهنية بإدارة الدكتور علي النواصرة، أكاديمية ذات جودة عالية ومستوى عالي، وهذا المجال أكاديمية متطورة أيضا. أكاديمية هذا المجال أصبح مجال يعتبر من المجالات الجديدة في الأردن اللي هو الصحة والسلامة المهنية، وعلى في عبء كبير على المؤسسات التي تخلو من هذا المجال للصحة والسلامة المهنية وتحتاج إلى هذا المجال. نعم. في نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور إبراهيم الخوالد المدير التنفيذي لمنظمة إيفرست للتدريب التنموي، أيضا مركز ديلار للاستشارات والتدريب. شكرا دكتور وعمت مساء دكتور. نشكرك أستاذ برهان لهذا اللقاء الطيب، ونشكر فريق البرنامج، ونوجه شكر للمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا دكتور، وأيضا سنقوم بجولة داخل منظمة إيفرست دكتور بكاميرا إنجازات. مرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم، راح نقوم بجولة في أكاديمية نبض الأردن اللي هي تعتبر من أحد شركائنا، وأهلا وسهلا فيكم. لا. الله يعافيك، شكرا لك أستاذ برهان، كل الاحترام لكم. شكرا لك. هم بس